وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كوجك حيث تابع مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة وجهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد احمد كوجوك وزير الماليه حيث تابع السيد الرئيس مؤشرات الاداء المالي للموازنه العامه وجهود الحكومه لتحقيق التوازن المالي بما يسهم في تحسين اداء الاقتصاد الوطني لا سيما في ضوء التحديات الاقليميه المتزايده بما لها من تداعيات اقتصاديه واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان الاجتماع شهد كذلك استعراض الاجراءات الحكوميه المتواصله لجذب المزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه ومن بينها حزمه الحوافز والتسهيلات الضريبيه التي تم الاعلان عنها مؤخرا كما تم عرض الجهود المستمره لخفض المديونيه الحكوميه بشكل متكامل بما يحقق تحسنا في كافه مؤشرات المديونيه في المدى المتوسط وكذا العمل الذي تقوم به الحكومه لتعظيم العوائد الدولاريه وقد وجه السيد الرئيس بمواصله مسار الاصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف الى ضمان الانضباط المالي والحوكمه السليمه من خلال ترشيد الانفاق العام وتعزيز الايرادات العامه وخفض المديونيه الحكوميه على النحو الذي يعزز قدره الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفه ويوفر بيئه استثماريه وتنمويه تنافسيه بالاضافه الى اتاحه مزيد من الايرادات للدوله لتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين خاصه في قطاعات الصحه والتعليم والحمايه الاجتماعيه